يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لرجال الإعلام والتربية والتعليم حول كيفية إعداد النشء والعناية به في ظل القنوات الفضائية والوسائل المختلفة؟ لا شك أن النشء وأولاد المسلمين أمانة في أعناق المسلمين، وليس الأمر قاصرا على وسائل الإعلام، بل هناك جهات قبل وسائل الإعلام. أولا الوالدان، على الوالدين أن يعتنوا بأبنائهما، يوجهوهم ويربوهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثانيا مناهج التعليم، المدارس والمساجد، مناهج التعليم يجب أن النشأ يعلمون دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. ومناهج التعليم بعد الوالدين وبعد البيوت. ثالثا وسائل الإعلام، يجب على وسائل الإعلام الإسلامية أن تعنى بأن تبث ما يصلح المسلمين من البرامج، لأنه إعلام إسلامي ويصدر من بلاد المسلمين، يجب أن يكون موجها ومربيا لنشأ المسلمين على العقيدة وعلى الدين وعلى العلم وعلى الخير. فلا بد من أن تصلح هذه الأمور كلها. يصلح البيت أولا، يصلح مناهج التعليم، المدارس ومراحل الدراسة، يصلح وسائل الإعلام، وليس الأمر مقتصرا على وسائل الإعلام في أنها تبث المناهج الطيبة، هذا واجب، ولكن أيضا ترد على المناهج الخبيثة والمناهج الوافدة، ترد على الشبهات وتفند ما يبث في فضائيات الكفر من الأمور الشركية والكفرية وفساد الأخلاق، تنبه على هذا. هذا دور وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية، أنها تربي وأنها ترد على أعداء الإسلام لئلا ينخدع بدعاياتهم وشبهاتهم الجهال من المسلمين. نعم.